ممكن نختار تشكيل المنتخب بسهوله جدا. اختار انتوا الاثنين تشكيل، مفيش مشكله. محمد الشناوي في حراسه المرمى. استنى، موافق؟ اه طبعا. تمام أكيد. يلا ثلاثي خط الدفاع، حمدي فتحي رامي ربيعه محمد عبد المنعم. حمدي فتحي رامي ربيعه. بيلعب بحمدي ليبرو متاخر، انت حضرتك عارف يعني لو ماشي. في حاله بس هو دي من النقاط بس ده بس ما عشان هي دي من ضمنها. تمام. انه طريقه اللعب بتختلف، انت ما عندكش يعني، انا لو سالتك كولر بيلعب ازاي هيلعب بالأربعة 4 3 3 صح ولا لا؟ فده ثابت. كابتن حسام حسن مش الموضوع مش متغير، مش مثبت طريقه. الموضوع متغير، شايفها مرونه، هو شويه كل شويه بيغير. خليني اقول لك انه في المنتخبات غير الحوار ده يا جماعه. حلو. بشوف ان المنتخبات في حد يعني في حد ذاتها شويه انت محتاج ان انت ما بتلعبش كتير يا كابتن. أيوه. فانت لو انت نادي هقول لك جرب واعمل، لكن انت كل فتره فانت محتاج يكون عندك طريقه لعب ثابته تبتدي ان انت تبني عليها، حتى لو عملت ريبليس لاي ترس موجود. فانا عندي حاجه ثابته. هل الكابتن حسام حسن عنده حاجه ثابته ولا انا بسالك؟ انا لا انا متفق معاك، مختلفين بس ده اللي قصده بالقوام الاساسي بس. لانه حمدي فتحي ممكن يكون في وسط الملعب، ممكن يكون هي دي التغييره الوحيده يا كابتن بالمناسبه اللي كابتن حسام بيعملها. يعني اوقات بيفضل انه يستمر بثلاثه، وساعات بيلعب اربعه، اوقات بيروح ساحب واحد من السرد باكين ومخلي حمدي، هو عنده ثقه كبيره قوي في حمدي في المكان ده. وحمدي بالمناسبه من اول ما شارك مع الكابتن حسام وهو مستواه عالي جدا. هل الافضل انك تلعب بمحمد هاني باك رايت وتلعب بمحمد عبد المنعم ورامي ربيعه ومحمد حمدي باك ليفت، ولا زي ما انت بتقول او زي ما شريف بيقول؟ انا بشوف ان حمدي يستمر في المكان ده، ادى افضليه كبيره لمنتخب مصر. حضرتك عارف في بطوله الامم انت عايز حمدي ورامي وعبد المنعم. كم علشان دي بتدي حتى اريحيه للظاهرين ان هم ينطلقوا. على مستوى طبعا الثلاثه خمسه في وسط الملعب، محمد حمدي ظهير ايسر ماشي بشكل كويس، عنده بعض السلبيات الدفاعيه، ولكن في الانطلاقات الهجوميه هو عامل ارقام كويسه قوي على مستوى صناعه الاهداف. ماشي. في الجانب الايمن انا بشوف ان المباريات الكبيره مع المنتخبات الكبيره محمد هاني يشارك افضل. في المباريات اللي زي مباراه بتسوانا انا بشوف ان عمر كمال عنده حلول هجوميه افضل. نعم. وسط الملعب لا خلاف على مروان عطيه. حضرتك انت موافق؟ انا موافق. انا بس معترض على حاجه ما اخلص كلامه بس. طيب ماشي. هو انا بحب نخلي يعني انا بس انا عايز اقول بلال، لان هو من الناس اللي انا بحترمها جدا يعني. كل وجهه نظري انا ان هو شوف هو بيفكر بيفكر وهو بيختار التشكيل، وده عظيم. اللي انا عايز اقوله ايه؟ انه انا لما اجي الفرق ما بين الأربعة 3 3 وال 3 5 2، الفرق ده في حد ذاته لازم يكون فيه مرونه تكتيكيه ووقت كبير عشان ابتدي ان انا احول. حسن بيعملوا المرونه التكتيكيه يعني حتى المرونه التكتيكيه مش عنده هو قد ما هو انا ادرب لاعبتي، لان انت عارف ان الخطوط ازاي. لو انا العب ب 3 4 3 مثلا اللي هي الادوار هتختلف، فالحته دي شويه بتكون محتاج وقت يا كابتن. انا لازم احدد عشان ما يبقاش في تغير. انا بس كل قلقي، ومعلش خد الفوبيا دي بتاعتي وسجلوها على القناه. انا قلقان من سيناريو برادلي، بمعنى ان انت تبقى ماشي بشكل كويس جدا وانت شايف المنتخب قدامك ومبسوط جدا جدا بيه، لان هو بيقابل فرق صغيره. يا جماعه سيناريو برادلي اللي بيتكلم عليه شريف ان احنا فزنا في التصفيات في كل المباريات في الست مباريات، وجينا في المباراه الحاسمه الفاصله امام غانا وخسرنا خساره قاسيه في غانا وكسبنا هنا بالعافيه وما تأهلناش لكاس العالم، لكن هذا السيناريو مستحيل يتكرر لنظام التصفيات. بالظبط. لا 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 ما اقصدش انا ما اقصدش كده، ما انا عارف نظام التصفيات. لا انا اقصد اقول الناس هتفهم منك ده، فانا بس انا اقصد اقول مع اول منتخب كبير انا بواجهه اسقط. انا نفسي حتى ابسط الامور نلعب مباريات وديه قصاد منتخبات كبيره، انجوي. نطلع خمسة، نطلع أربعة، نطلع متعادلين. برادلي نفسه بمناسبة إن أنت ذكرت برادلي يا شريف، بدأ بالبرازيل يا كابتن لو تفتكر. مظبوط. 2-0 باين. ونزلت قطر وكانت أول مشاركة دولية لأحمد الشناوي، وكان برضه بيدي فرص. وساعتها الشناوي أعلن اعتزاله في المباراة هناك، أعلن اعتزاله دوليا باين لما ما لعبش. الشناوي؟ ساعتها الحضري تقريبا أعلن اعتزاله دوليا. هو غاضب جدا من مشاركة الشناوي، لأنه فبرادلي قال له خلاص شكرا بالسلامة يعني، وظل خارج المنتخب طوال فترة برادلي أنا فاكر ساعتها. وبعدين من جاء بعده طلع ما كانش فيه اعتزال ولا حاجه ورجع. هو وارد يا كابتن.